ازيك يا حبايبي، عاملين ايه النهارده؟ بقى هنعمل مع بعض الفشار بالكراميل الجميل، الاطفال كلها بتحبه والكبار كمان. يلا نعمله بالطريقه دي. نحط كده زيت او سمنه براحتنا، يسخن كده وننزل عليه بالسكر. ننزل كده عليه السكر حبه كده، يعني ايه كده حسبت مع 3 معالق سكر كده. هننزل عليه بالفشار. في طريقه تانية ان احنا ممكن نعمل الكراميل لوحده وبعدين نعمل الفشار بعدين نقلبهم على بعض، بس هي الطريقه دي انا بفضلها احسن، يعني تنجز واحسن. نقلبهم كده شويه مع بعض. احنا يا جماعه زودنا هنا كده معلقه زيت لما نحس كده ان السكر والفشار كده مفيش فيها حاجه سايله، نزود حبه زيت. هنقلب فيه كده، اول ما نلاقي الفشاره بتطقطق معانا نوطي على طول ونقفل الغطا. طبعا نحط زيت سمنه براحتنا. قلب كده يا حبيب قلبي بقى كده. بصوا السكر بدا يكرمل معانا اهو، السكر بدا يكرمل ازاي، بدا ينفش اهو كده. خلاص ما غطش بقى عليه، هوريه لكم في الايه. بصي حبيبي كده خلاص اتعمل اهو، احلى فشار بالكراميل. هنشوفه وعيالنا هتحبه واطفالنا. هنقلب كده بقى ونغطيها تاني او نفردها على طول على مناديل مطبخ عشان طبعا تفرد عن بعضها وتفرد عن بعضها. نقلب كده بصوا احلى فشار بالكراميل من غير اي تعب. حطينا الفشار على السكر على الزيت على طول وقلبناه وغطيناه. بصوا احلى من بقى في الشارع وفي السينما بقى وكده. كده بقى هنحطه بقى نفرده على المناديل عشان ما يلزقش في بعضه. نتفرج عليه في الاخر، هيبقى احلى فشار احلى بوب كورن نشوفه في حياتنا. ابو بس حبيبي هنفضيه كده على المنديل بتاع المطبخ عشان ما يلزقش في بعضه، لان طبعا شويه هتلاقي كل ده لزق في بعضه. كده اهو بصوا فردناه ازاي. بص فردناه ازاي. هنستنى بقى كده يبرد شويه، فككه من بعضه ونحطه بقى في احلى طبق لاطفالنا. حاجه كده جميله جدا 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 ومقرمش. بصوا طبعا هينشف اكتر من كده كمان. حاجه كده جميله بجد. بصوا بقى يا حبايبي هو برد شويه اهو، هنمسك كده اهو نفككه كده نحطه في الطبق كده بتاعنا كده. هو طبعا بصوا زي عشان احنا حطيناه في ورق على منديل مطبخ. بصوا مفكوك ازاي، يعني مش كله بس ايه، لا فككوا او حاجات بسيطه جدا، يعني غير لما مكناش حطيناه كده او كنا سيبناه في الحله كان كله هيلزق في بعضه، مكناش هنعرف نعمل منه حاجه. بس برضو يعني اولادنا كانوا هياكلوه، يعني هما يسيبوا حاجه. طبعا اطفالنا كلها بتحب الفشار والكورن، وكمان لما نعمله كده بالكراميل حاجه كده تبقى مسكره وجميله. فكي كده اهو ده. بلاش خالص اللي لزق فيها المنجيل ده، حطها كده على جنب.
اهو خلص كده خالص من اول منديل. ده كده خلاص نزل كده خالص. ده نحاول ايه نخرج كله من المنديل اهو، واللي يلزق زي كده نسيبه مش ينجش على واحدة يعني. كل حاجة هو قدامكو بس كده. لعبة جميلة بصراحة. عايزين نلعب اهو. خلاص بقى جاهز معانا. بصي مقرمش ازاي في القرمشة. لأول مرة بقى يشوفني حبايبي متنسوش بقى الاشتراك واللايك وشير بقى كده، وبعتوا كل اصحابكم وصحباتكم. ربنا يوفقها يا رب اللي تخش تعمل اشتراك ولايك. شايفاك اللي ما عملتيش لايك، ها شايفاك اللي اول مرة تخش وما عملتيش اشتراك، اشتراك يعني مش تخسري حاجة يعني. ماشي. واحلى فشار اهوت بكار، احلى فشار كنت تشوفوه. حاجة كده جميلة جدا جدا اهو. بس جميل ازاي، مش مكلف خالص. 3 معالق سكر، 2 جنيه فشار. هتأكلي ولادك احلى فشار بالكراميل. بألف هنا وشفا، وباي باي.